واسفة على شباب بنات المسلمين. بالله عليكم هذه المناظر، هذه المناظر التي بكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوقا لرؤيتها، هذه المناظر التي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني لا أشتاق إلى أمتي، إني لا أشتاق إلى أحبابي الذين يؤمنون بي من حيث لا يروني. أي شيء يعمله الغرب ويصير يعني شيء سيء جدا، شوف العرب أول السباقين لهذا الشيء، وأي شيء يعمله صح تشوف العرب غافلين عن هذا الشيء. ليش صرنا لهذا الزمن؟ ليش؟ أقسم بالله إنهم بيشوفونا عثالة، لأن احنا متجردين عن ديننا، ويكرهوا الشخص اللي يتجرد عن دينه. تخيلوا بس بعقلكم، قد شفت مسيحي ذبح خروف وقال العيد الأضحى، أو صام واحد يوم من رمضان، أو عمل شيء قال أقلد المسلمين؟ أبد أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان على أمتي لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، همهم بطونهم ودينهم أموالهم، البدعة فيهم سنة والسنة فيهم بدعة. بالله عليكم هذو أجيال الإسلام. أصلاً مش عارفين إيش الهالوين. إيش هو الهالوين؟ هو الليلة ما قبل عيد القديسين حقه. الله سبحانه وتعالى قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون.